مرحبا طلاب، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من ويكو أكاديمي. اليوم راح نحكي لكم عن الموضوع الثاني بالـ Red Blood Cell Disorder. احنا مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة نقسم الأنيميا إلى ثلاث أنواع. قلنا نقسمها على حسب شكل الـ RBC. النوع الأول هو الـ Hypochromic Microcytic Anemia، النوع الثاني هو بالعكس يكون ماكروسيتيك أنيميا، يعني حجم الخلايا كبير، والنوع الأخير هو نورموسيتيك نورموكروميك أنيميا. أوكي، فالنوع الأول واللي هو يعني أكثر واحد كمان نقدر نشوفه إحنا يعني بحياتنا العملية هو الهايبوكروميك ماكروسيتيك أنيميا. مثل ما فهمنا بالمحاضرة السابقة انه الـ MCV اللي هو الـ Mean Corpuscular Volume، يعني حجم الخلية، راح يكون قليل صغيرة، والـ MCH اللي هو الهيموغلوبين كونتنت، يعني الصبغة الحمراء اللي بداخلها، ايضا راح تكون قليلة. هاي النوع من الانيميا نلقاها باربع اماكن جدا جدا مهمة، يعني مهم جدا هذا السلايد. نلقاها بالايرون ديفيشنسي انيميا وراح نعرف ليش، نلقاها بالثلاسيميا ماينر حصرا يعني، ونلقاها بالانيميا اوف كرونيك ديزيز وبالسيدروبلاستيك انيميا. راح نتطرق بالمحاضره للانواع الثلاثه، بس الثلاسيميا ماينر راح نحكي عنها ويا الثلاسيميا. فأول نوع اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا، هسه راح نعرف شلون يصير ابزوربشن بالايرون حتى نعرف شلون يصير ديفيشنسي بالايرون. يعني فالايرون ابزوربشن يحتاج شوي تركيز لانه هو موضوع شويه بصعوبه، بس ان شاء الله سيكون سهل. اول شيء الدايتري ايرون اللي احنا ناخذه كل يوم تقريبا 10 الى 15 ملي جرام. هذا الايرون اللي ناخذه من يوصل للانتستين يكون على شكل فرك ستيت، يعني Fe زائد 3. هذا نسوي له ريدكشن بداخل الديودينوم مالتنا بواسطة الفرو ريدكتيز، نسوي له ريدكشن، ناخذ منه جزيئة يعني، فيتحول الى فرس ستيت اللي هو Fe زائد 2. اوكي، هذا الفرس ستيت يعبر عن طريق هاي الخلايا مال الانتستين، يدخل بداخل الخلية. من دخل للخلية بالفرس ستيت راح ينتقل داخل يعني الخلية ويمتص يروح للبلاد مالتنا. اوكي، بواسطة الفرو بورتين ترانسبورتر. إذا دخل بداخل البلاد مالتنا راح يرجع يتحول يتأكسد من Fe زائد 2 إلى Fe زائد 3. فرس أوكسيديز هنا عندنا إنزيم، هناك كان فرس ريدكتيز. أوكي، تحول إلى الفرك ستيج مرة ثانية، من الفرك ستيج ينتقل داخل أجسامنا عن طريق الناقل اللي هو الترانسفرين، الناقل مال الآيرون، وبعدين يروح للبون، وبالبون تاخذ خلايا الدم الحمراء اللي هي الأريثروبلاست. زي ليش تاخذ خلايا الدم الحمراء ما تاخذ باقي الخلايا؟ لأن خلايا الدم الحمراء يكون على سطحها مستقبلات كلش هواي للآيرون. أوكي، فهي من الله سبحانه وتعالى تستقبل الآيرون أكثر من غيرها من الخلايا، لأن على سطحها أكو مستقبلات للآيرون. بعد ما أخذت الآيرون تكون الهيم اللي نحتاجه بتكوين الهيموغلوبين، وبالتالي بتكوين الـ RBC. بعملية نقل الآيرون هنا، أوكي، أكو فد ريجوليتر ميكانيزم، يعني أكو عندنا هرمون اسمه الهيبسيدين، أو العفو بروتين. هذا الهيبسيدين يمنع هاي القناة انه تنفتح، الفروبورتين شانل هاي اللي بين الديودينوم وبين البلاد يسدها اذا زاد. فهسه راح نتعرف على ديزيز، يعني خلال المحاضرة
يرتفع بالهبسيدين فيقل الترانسبورتيشن اوف ايرون من الديودينام سيل الى البلاد. هسه احنا بهاي المخطط البسيط فهمنا شلون يصير ابزوربشن بالايرون وشنو هي العوامل اللي تاثر على الايرون. هذا المخطط ما مطالبين به، بس مطالبين تفهمون الفكره على مود يعني تفهمون ليش يصير ديفيشنسي بالايرون. هسه وصلنا للترانسفيرين. مثل ما حكينا احنا قلنا الترانسفيرين هو عباره عن ناقل موجود بالبلازما. هذا الناقل يتحمل جزيئتين من الايرون، اوكي، ينقل الايرون بالبلازما يوديه للبون مارو. بالبون مارو منو تاخذ؟ الاريثروبلاست. ليش الاريثروبلاست؟ لان اكو على سطحها مستقبلات للايرون. الفيريتين شنو هو؟ الفيريتين هو عباره عن ووتر سولوبل بروتين ايرون كومبلكس، مخزون الجسم من الايرون ينخزن بالفيريتين. الفيريتين هو عباره عن مجموعه من جزيئات الايرون متحده سوا ويا بروتين. It contain up to 20% of its weight as iron، يعني 20% من هاي الجزيئات البروتين ايرون. Each molecule of apoferritin may bind up to 4,000 to 5,000 atom of iron. يعني جات تخيلون كمية الايرون الموجودة في مخزون جسمنا من الايرون وين يكون موجود على شكل بروتين اسمه الفيريتين. الهيموسيدرين شنو هو؟ It is insoluble protein iron complex containing approximately 37% of iron by weight. It's derived from partial lysosomal digestion of aggregate of ferritin molecule and it's visible in a macrophage. خلينا نرجع لهاي الصورة. ال RBC من يصير بيها destruction، منو يسوي engulfment إلها، يعني من تنتهي حياتها وخلاص تموت بعد ال RBC، يسوي engulfment إلها الماكروفيج. أوكي، فالماكروفيج من تبتلع هاي ال RBC، ال RBC بيها iron، فراح تتجمع هاي ال iron particles بالماكروفيج. أوكي، فتسوي لنا هاي الصبغة اللي نسميها الهيموسيدرين. هاي المخطط نفس المخطط الموجود فوق اللي يشرح لنا الايرون ابسوربشن. زين هسه شنو هي اهم اسباب الايرون ديفيشنسي؟ اول سبب طبعا هو الكرونيك بلاد لوس، يعني واحد يفقد دم على فترات طويله، يعني خلال سنوات مو خلال يوم ويومين. خلال هاي السنوات من راح يفقد الدم مالته راح يصير عنده نقصان بالستور. هو اول سنه اول شهر خلينا نفترض فقد من دمه يعني نص لتر عن طريق هيمورويد، كرونيك بلاد لوس او غيرها او غيره. او مثلا وحده سنه ورا سنه تحمل، كل سنه تحمل وتجيب، كل سنه تحمل وتجيب، فكل بليدنج يصير عندها خلال الولاده راح تفقد كميه كبيره من البلاد. فحتى جسمها يرجع هاي الار بي سيز، يرجع هذا البلاد كله يحتاج مخزون، فالمخزون مال الايرون راح يخلص. اوكي، فأول شيء هو البليدنج، يعني من اليوترس أو من الجاستروانتستينال تراكت. ثاني سبب هو increased demand، يعني واحد يكبر بالعمر خاصة الأطفال. أطفال خلال أول سنة من حياتهم يتغذون على الحليب بالدرجة الأولى. حليب الأم بكمية آيرون قليلة ما توافق الديماند، ما توافق احتياج الطفل من الآيرون، فلازم إحنا نعطيهم حليب مدعم بالآيرون. وبس يوصلون للعمر اللي لازم يأكلون به عمر 6 أشهر نبدي نوكلهم أكل غني بالآيرون، مو أكل يعني غير صحي مثل الشاي والخبز وغيرها، يكون قليل بها كمية الآيرون ما يستفاد منها الطفل. ثالث شغلة المال أبزوربشن. المال أبزوربشن أكو فد ديفكت. هسه احنا مو حكينا شلون يصير أبزوربشن، اكو ديفكت بالابزوربشن، اكو مشكله زياده بالهبسيدين، مشكله بالقنوات الفيروبورتين، القناه الاولى الدي ام تي كانل هاي الاولى ما حكيناها احنا، هاي
القناة الأولى DMT channel أو الفروبورتين channel، أو مشكلة بالفروريدكتيز إنزيم، مشكلة بالفروأكسيديز إنزيم. فأي مشكلة بهاي القنوات أو الإنزيمات راح تخلي عندنا ديفكت بالأبزوربشن. آخر شيء بور دايت، ليش خليها آخر شيء بالكتب؟ لأن هناك بالخارج عندهم الخبز مدعم بالآيرون، الحليب مدعم بالآيرون، العصير مدعم بالآيرون، فهم تخطوا هاي مرحلة إنه يصير عندهم في الديفيشنسي بسبب الدايت. الباثوجينيسيس أوف آيرون ديفيشنسي أنيميا، مثل ما قلنا يا ما تكون المشكلة بالستور and increase in iron absorption، أو تكون المشكلة بالإرثروبويسيس start and transferrin saturation will be less than 15، أو if no correction of iron balance occur and above an obvious iron deficiency anemia seen with red cell production is small in size. يعني إحنا اللي إذا صار عندنا قلة بالآيرون فهاي الإرثروبلاست من تجي تصنع الهيم راح يكون كلش صغير، جزيئة الهيم راح تكون كلش صغيرة، قليل ما عندنا آيرون، أوكي؟ فعلى أساسها راح تكون كمية يعني حجم الخلية صغير وكمية الهيموغلوبين بداخلها قليلة، فنسميها هايبوكروميك مايكروسيتيك أنيميا. إحنا مو بسرعة يعني يظهر عندنا الشخص علامات الآيرون ديفشنسي أنيميا، يعني هواي أكو ناس كلش هواي يعني عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا بس ما تظهر علامات الايرون ديفيشنسي انيميا الا صار سيفير، يعني يخلص كل الستور الموجود بداخل اجسامهم يلا يبين عليهم. طبعا هاي صوره ثانيه توضح الابزوربشن، مثل ما قلنا من يوصل الايرون للديودينام ينتقل داخل خلايا الديودينام، يتحول من الفرك ستيت زائد 3 الى فرس ستيت زائد 2، ينتقل عن طريق DMT channel داخل الخلية، ينتقل عن طريق الفروبورتين channel ويروح بالبلازما يرتبط بالترانسفرين. هاي channel من ينظمها الفروبورتين؟ ينظمها الهبسيدين. إذا زاد الهبسيدين هاي channel بعد ما تشتغل ويقل الآيرون داخل أجسامنا. الهبسيدين هو عبارة عن بروتين يفرزه الليبر، أوكي، حتى يمنع امتصاص الآيرون أو ينظم امتصاص الآيرون. العلامات اللي تدل على الآيرون ديفيشنسي أنيميا، خلي نجي للصور أوضح. أول شيء يصير عندنا أنجولار ستوماتيتس، يعني ليش يصير هذا الشيء؟ احنا طبعا الايرون نحتاجه مو بس بتكوين الار بي سي، اكو انزيمات بداخل اجسامنا يسموها ايرون ديبندنت انزيم، يعني هاي الانزيمات تحتاج ايرون حتى تشتغل. هاي الانزيمات وين شغلها بالذات او بالتحديد؟ شغلها بالابيثيلايزيشن اوف ذا سكن، يعني تجديد البشره. فاذا صار عندنا مشكله بهاي الانزيمات، الأماكن اللي بأجسامنا يصير بها epithelization بشكل كبير أو سريع راح يصير بها defect. يعني هسا إحنا بأجسامنا شنو أكثر شغلة يصير بها epithelization بسرعة؟ شعرنا وأظافرنا، هي كل يوم الطول وكل يوم تتجدد. يعني فأول شيء يبين عليه هو الشعر والأظافر والشفاه، تمام؟ لأن هاي الأماكن هو يصير بها epithelization تتقشر، فراح يصير عندنا هنا بزاوية الشفاه مالتنا شلون يعني الطفح الجلدي نسميه أنجولار ستوماتيتس. ثاني شغلة الأظافر أيضا تنخسف من الوسط، يسموها كيلونيكيا سبون نيل. ليش تنخسف؟ لأن يصير عندنا ديفكت بالإبيثيلايزيشن مال النيل، فيصير يعني بريتل هش وينخسف من الوسط. بس هاي مرحلة متأخرة طبعا من الايرون ديفشنسي انيميا، يعني اذا نحط قطرة ماء هنا راح تبقى ما راح تطيح. بريتل هير، اكيد البنات شايفين وسامعين انه واحد من اهم تحاليل الشعر اذا واحد يريد يشوف شعره صحي او لا، او شعره ليش جاي يتساقط ليش جاي يتكسر، لازم يسوي تحليل مال حديد.
وهسه أكيد عرفتوا ليش، لأن الحديد كنا يدخل بتركيب الإنزيمات اللي تساعد بالإبيثيلايزيشن. بعد عندنا أكو فد شغلة كلش ضروري تعرفوها وتفهموها، نسميها بلمر فينسن سيندروم. شنو هي البلمر فينسن سيندروم؟ عبارة عن ويب، يعني قطعة من التشو تصير أفقية هنا بالبلعوم باللارينكس. أوكي، فمثل ما جاي نشوف هنا هاي القطعة الأفقية، عفوا بالفارينكس مو باللارينكس، بالبلعوم تصير. فهاي القطعة الأفقية نسميها horizontal web. هاي تطلع ببعض الكيسات، يعني مو كل الكيسات، نسميها بلامر فينسن سيندروم إذا طلعت وياها يصير iron deficiency anemia. أيضا يكون smooth tongue، يعني اللسان أيضا من الأماكن اللي يصير فيها epithelization هواي. فبسبب defect epithelization باللسان يصير glossitis. تمام، فهسه من نسوي احنا تحليل للمريض، نسوي له تحليل يعني سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، راح نشوف عنده الام سي في قليل اللي هو يعني يشير الى مايكروسيتك حجمها صغير، الام سي اتش راح نشوفه قليل اللي هو يشير الى هايبوكروميك، والبلاد فول من اسوي اشوف مايكروسيتيك هايبوكروميك يعني بالعين بلد فول مورفولوجي. اوكي، جاي نشوفها حجمها صغير وباهتة، ماكو بداخلها هيموغلوبين، اوكي ماكو بداخلها صبغة. اشوف بعض الخلايا يكون شكلها يعني نورمال، اوكي، وبعضها ابنورمال. هاي الخلايا نورمال اد ابنورمال سيلز نسميها البايكولوسايتس، يعني مختلفة بالحجم، اكو كبيرة اكو صغيرة اكو نورمال اكو ابنورمال. هاي الفينومينا يسموها بايكولوسايت. بعد شغلة اكو خلايا نشوفها طولانية نسميها البنسل سيل، مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة. اكو خلايا هيك مسطحة نسميها الاليبتوسايت، مغزلية من الجوانب، هاي نسميها الاليبتوسايت. فهاي الابنورمال شيب الفاريانت شيبس هاي نسميها كلها بشكل عام بايكولوسايتوسيس او سايتس. الريتيكولوسايت كاونت اكيد يكون لو، ليش يكون لو؟ لان المصنع اصلا الايرون يعني اللي يروح للاريثروبلاست حتى تصنع قليل، فبعد الاريثروبلاست منين تعطينا الريتيكولوسايت اذا هي اصلا ايرون ما عندها وحده البناء ما موجوده، فمنين بعد تعطينا ريتيكولوسايت؟ فبالبون مارو اكزامينيشن، طبعا احنا مو كل مريض عنده ايرون ديفيشنسي يعني يندز بون مارو، اصلا ما ندز يعني احنا بون مارو بالنسبه للايرون ديفيشنسي يعني، لان البون مارو فد شيء يعني معقد ومزعج بالنسبه للمريض. ولكن يعني في حال يعني دزينا مريض ما شخصنا الايرون ديفيشنسي يعني دزينا بون مارو، شنو راح نشوف؟ راح نشوف الأريثروبلاست اللي هي الخلية الأم اللي تطلع من عندها الار بي سي حجمها صغير، أوكي، ومو بس حجمها صغير، السيتوبلازم مالتها صاير رجد. بس إذا نشوف هاي الأريثروبلاست حجمها صغير والسيتوبلازم هذا جاي نشوفه شلون متثخن، أوكي، بينما النورمال أريثروبلاست سموث سيتوبلازم، أوكي، وحجمها كبير وطبيعي. ونفس الشيء الماكروفيج ما بيها حديد، اوكي، الماكروفيج هي تاخذ كريات الدم الحمراء تبتلعها، فمفروض يكون بيها يعني ايرون على الاقل، ولكن هم ما اشوف بيها ايرون. اوكي، السيرم ايرون اند توتال ايرون بايندينج كاباسيتي، اكيد احنا ما عندنا ايرون بداخل اجسامنا، فالسيرم ايرون راح يكون قليل، ولكن التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي راح تكون عاليه. ليش؟ لان احنا عندنا نفترض يعني هاي الخلايا اللي تحتاج ايرون، فما دام هي ما عندها ايرون يعني حزينه، فمطلعه ريسبتراتها كلها اللي هي تعتبر الايرون بايندينج كاباسيتي
حتى تستقبل أي جزيئة آيرون تمر من طريقها، أوكي؟ حتى تستقبلها بسرعة، يكون أكو إلها مكان. فالتوتال آيرون بايدي كاباسيتي راح تكون عالية، ولكن الآيرون قليل، يعني ماكو آيرون. السيرم فورتين المخزون، المخازن مالتنا the iron deficiency anemia the serum ferritin is very low. زين، اكو حالات احنا عندنا يعني iron deficiency anemia بس احنا نشوف الفورتين عالي، كلش عالي. الحالات اللي صار بيها هالشي، واحدة منهم بال يعني مثلا infection acute infection مثلا كورونا، صار عندنا انه الفورتين هواي يجزون تحاليل يقولون سووا لهم فورتين. ليش؟ الفورتين يعتبر احد الاكيوت فيس رياكتنت بروتين، ينفرز من الليفر، يعبر لي عن الانفكشن، ما يعبر لي عن الايرون ستور، اوكي؟ ف بالايرون ديفيشنسي انيميا مو شرط يكون الفورتين، اكو حالات بيها يكون الفورتين عالي. Investigation of the cause of anemia. طبعاً إحنا هنا يعني عندنا مجتمعنا للأسف إنه أغلب الأطباء ينطون آيرون بدون ما يدورون على الكوز، يعني أي مريض يسوي له CBC ويطلع عنده آيرون ديفيشنسي أنيميا ينطونه أمبولات آيرون شروب أو حبوب، أو يعني يقولوا له علق بارنترال آيرون بالمستشفى، وهذا الشيء طبعاً كلش غلط، لأن ماكو فائدة. إحنا إذا ما عالجنا الكوز ما راح نعالج الايرون ديفيشنسي انيميا بالسبلمنتيشن. فاول شيء لازم احنا من نريد نوصل للدايجنوسيس باي اكسكلوجن، نستبعد اول شيء نستبعد اي بليدنج، لان هو الموست كومن كوز، اي هيمورويد، اي ديسفانكشن يوتراين بليدنج، اوكي. ثاني شيء لازم نستبعد انه مشكله بالابزوربشن، اوكي، مشكله بالجي اي تي سيستم، هو يسوون ناظور زين حتى يعرفون اذا كان اكو فد مشكله بالابزوربشن. واخر شيء يعني اذا اكو فد دايتري بروبلم، ستارفيشن او غيرها من المشاكل الدايتري، هم لازم نصححها. وهواي ناس عندهم يعني دايتري بروبلمز يعني من ناحيه اذا كانوا فقره او شيء. ف هاي الشغلات تسوي لنا طبعا ايرون ديفيشنسي انيميا. اكو معلومه ما اذكرها بالمحاضره بس هي جدا جدا كمان مهمه، البايكا. البايكا هي انه المريض يعني ياكل اشياء غريبه، يعني مثلا ياكل تراب او ياكل من الحائط، اوكي، او ياكل قزاز او تراب او رمل. فهاي البايكا انه المريض ياكل اشياء غريبه، هاي هي هم تسوي ايرون ديفيشنسي انيميا. يعني هي البايكا تسوي ايرون ديفيشنسي انيميا، والايرون ديفيشنسي انيميا تسوي بايكا، وحده تسوي الثانيه. فجدا مهم هاي الهابت انه انتم تعرفوها، لان كلش كمان يعني كلش راح تشوفوها هواي بالمستشفيات وبحياتكم يعني العمليه. طبعا هسه خلصنا احنا من الايرون ديفيشنسي انيميا، نجي للأنيميا أو كرونيك ديزيز. طلاب أريدكم تركزون وياي، يعني جدا سهلة، ثلاث شغلات أريدكم تخلوها ببالكم. أول شغلة أنه الأنيميا أو كرونيك ديزيز تبدي على شكل آيرون ديفيشنسي أنيميا، بعدين تتحول إلى أنيميا أو كرونيك ديزيز، يعني بدايتها تكون على شكل آيرون ديفيشنسي أنيميا. هاي الشغلة الأولى أريدكم تذكروها. الشغلة الثانية اللي أريدكم تذكروها أنه إلها تو ميكانيزم، يعني بطريقتين تصير. خوش. الشغلة الثالثة اللي أريدكم تذكروها، يا أما صير بسبب إنفلاميشن وإنفكشن، يا أما صير بسبب مالجنسي، أوكي. بس نجي للشغلة الثالثة بالنسبة لهذا السلايد، اللي هي يا أما صير بسبب إنفلاميشن يا أما صير بسبب مالجنسي، أوكي. فالإنفلاميشن يا أما يصير إنفكشن يا أما يصير نون إنفكشن. إنفكشن على فترات طويلة مثل السل الرئوي، التيبي، النيمونيا، التهاب الرئة. والنون إنفكشن مثل الأمراض
المفاصل روماتويد أرثرايتس والسيستميك لوبس أرثروماتوسيس وغيرها. الماليجنانسي مثل الساركوما واللنفوما والكارسينوما. زين زين ليش يصير يعني ديفيشنسي، ليش يصير أنيميا؟ أول ميكانيزم تقول لي أن الهبسيدين هذا يزيد إنتاجه، الهبسيدين يزيد إنتاجه من الليفر. الليفر إذا صنع لي هبسيدين أكثر فراح يصير عندي إنهبيشن للآيرون أبزوربشن، فراح يصير عندي آيرون ديفيشنسي أنيميا بالبداية. خوش، فهاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يقول إنه بالإنفكشن والإفلاميشن راح يزيد الإنترلوكين 1 والتيومر نيكروسيس فاكتر. أوكي، فهذول الاثنيناتهم يسوون إنهبيشن للممبرين سينثيسيس مال الار بي سي، فتصير الار بي سي فرجايل، جدران الخلية الحمراء تصير هشة، فتكون معرضة إنه هي تموت بسرعة، فيقل اللايف سبان مال الار بي سي وتموت بسرعة ويصير عندي أنيميا. فهاي هي التو ميكانيزم. من أجهزة المرض التحاليل شنو راح أشوف؟ راح أشوف بالبداية نورموسيتك نورموكروميك، أوكي، بعدين ما أور مايل دي هايبوكروميك. ليش؟ لأن عندي آيرون ديفيشنسي أنيميا. الام سي في مرات أشوفه أقل من 75. عند ريد سيل مورفولوجي، الريد سيل مورفولوجي كنا تشوفها نورموسيتك نورموكروميك بالبداية، بعدين يلا تصير هايبوكروميك مايكروسيتك. مايلد اند نون بروجريسيف انيميا، يعني مو بسرعة اشوف صار المريض انيميا. بعدين راح نجي احنا للهيموليتك انيميا سادن، يعني الهيموليتك انيميا واحد من امثلتها هو فقر الدم الباقلائي، رأسا بس أكل باقلة تكسرت كريات الدم الحمراء وصار أنيميا. هنا لا، مو هيك القضية، هنا بالآيرون ديفيشنسي أنيميا والأنيما أوف كرونيك ديزيز تطول على فترات طويلة يلا يبين عند المريض أنيميا. Both the serum iron and total iron binding capacity are reduced. أوكي، لأن أنا هنا عندي أنيميا أوف كرونيك ديزيز، لا عندي آيرون ولا عندي بروتين. اوكي، يعني البروتين اللي يصنع حتى ياخذ الايرون اصلا ما موجود. اوكي، لان اكو عندي فد مشكله كرونيك صار لها فترات كلش طويله، مو مشكله توها يلا صارت، والمشكله مو فقط بالايرون، ممكن الايرون يكون نورمال، يعني المشكله مو فقط بالايرون ابزوربشن، المشكله مرات تكون بالار بي سي نفسه. The serum ferritin is normal or raised، يعني ممكن حتى يكون الفرتين normal، يعني هي المشكلة مو بس بالآيرون، صحيح هي تبدي على شكل آيرون deficiency anemia، بس احنا من نكتشفها بليت يعني stage، من يجي المريض يجي clinical feature of the chronic disease، ما يجي على شكل أنيميا. خوش، يعني مثلا بالكيدني ديزيز ما يجي المريض على شكل أنيميا، ما شخص على شكل أنيميا، نادرا يجي عنده other symptom of chronic disease وبعدين احنا من ندزه تحليل نشوف عنده أنيميا. فالفرتين ممكن حتى يكون normal، لأن يعني المشكلة مو بالحديد بحد ذاته، قلنا المشكلة بالهبسيدين، مرات اكو other theory تقول لا المشكلة بالانترلوكين 1 والتيومر نيكروس فاكتر هم جاي يأثرون على RBC. طبعا لحد هنا خلصنا الأنيميا of chronic disease، وصلنا لموضوع كلش بسيط وسهل هو السيدروبلاستيك أنيميا. السيدروبلاستيك أنيميا هي مشكلة كلش يعني عويصة وحلها مو سهل، انه يتجمع الايرون داير ما داير الار بي سي. طبعا هو الاريثروبلاست يعني البريكيرسر مال الار بي سي عادة يكون بها ايرون، بس ما يكون متجمع بشكل دائري هالشكل، يكون يعني متجمع بشكل عشوائي. لكن إذا جمع بشكل دائري منتظم هاي الخلية نسميها السيدروبلاست. أوكي، فالديفينيشن أوف سيدروبلاست، شنو تعريف السيدروبلاست؟ أوكي، هو يعني abnormal زين erythroblast containing number أو numerous iron granules arranged in a ring manner or color around the nucleus، متجمعين بشكل دائرة منتظمة حول النواة.
زين، شنو هي المشكلة الأساسية اللي تصير هنا؟ يعني المشكلة الأساسية اللي تصير بالسيدروبلاستيك أنيميا. يقول إنه السيدروبلاستيك أنيميا نقسمها إلى قسمين. القسم الأول هو اللي واحد يعني أبا عن جد هيرديتري فورم، يصير عندهم هذول العائلة سيدروبلاستيك أنيميا اللي هي هايبوكروميك عند مايكروسيتيك بلاد بيكتشر. ليش؟ لأن عندنا ديفكت، عندنا فد مشكلة بالآيرون. نروح نرجع إحنا على هذا الآيرون ومشاكله. The much more common primary acquired form is a subtype of myelodysplasia مثل ما أخذناها بمحاضرات المايلودسبلاستيك سيندروم termed as a refractory anemia with ring sideroblast. فشنو هي المشكلة اللي تصير بالهيرديتري، يعني اللي تنتقل أبا عن جد؟ المشكلة تصير هنا، أنا عندي ميتوكوندريا وعندي سايتوبلازم، فالمشكلة تصير بتصنيع الهيم. تصنيع الهيم يحتاج سكسينال كو اي وغلايسين يتحولون إلى اي ال اي اللي هو الأمينو لفنيليك أسيد إنزيم. بواسطة هذا الأمينو لفنيليك أسيد سينثيز إنزيم، تالي راح يتحول هذا الاي ال اي من داخل الميتوكوندريا إلى السيتوسول. البروفوبلينوجين هذا المادة اللي نتجت من الـ ALA بواسطة multiple step تتحول إلى كوربوبورفيرينوجين. هذا الكوربوبورفيرينوجين تحول إلى بورتوبورفيرين، أوكي؟ وهذا أيضا راح يتحول بواسطة multiple step إلى هيم. فالديفكت أكثر شيء يعني يصير بهذول الإنزيمات الاثنين، يعني بالفيرست ستيب من تحويل للساكسينايل كو اي والجلايسين الى هيم. المشكله اللي تصير هنا راح تخلي هذا الايرون يتجمع، هذا الايرون يتكدس ما يدخل بتصنيع الهيم. فمن يتكدس الايرون راح يكون على شكل رنج داير ما داير النيوكلياس. فهسه الباثوجينيسيس مثل ما حكينا احنا بالصورة، هاي الحكي الموجود بهذا السلايد بالضبط نفس الحكي الموجود بهاي الصورة. نحتاج جزيئة ساكسينال كو اي ترتبط ويا الجلايسين حتى تصنع لي الامينو لفنيليك اسيد. هذا الامينو لفنيليك اسيد يتحول الى خارج الميتوكوندريا، يتحول الى بورفيرينوجين. هذا ايضا يتحول الى ماده ثانيه، هاي الماده تتحول ماده ثالثه، ترجع تدخل بالميتوكوندريا تتحد ويا الايرون وتسوي لي هيم. هنا انا عندي هواي انزيمات. هنا يقول لنا بال يعني بالمحاضره نحتاج 8 ديفرنت انزيم. اهم انزيم من عندهم تحفظوه هو هذا الامينو لفنيليك اسيد سينثيز انزيم. اذا صار بي ديفكت يصير ديفكت بتصنيع الهيم، وهو اللي صار بي ديفكت بالسيدروبلاستيك انيميا. وصلنا لآخر سلايد. هذا السلايد هو مختصر لكل أنواع الأنيميا. الثلاسيميا تريت ما حكينا عليها، ولكن الآيرون ديفيشنسي أنيميا قاعدين الـMCV والـMCH يصير بيها، السيرام آيرون، توتال آيرون بايندينج كاباسيتي وإلى آخره، الكرونيك إنفلاماتوري أور مالجنسي أند سيدروبلاستيك أنيميا. لحد هنا وصلنا لآخر محاضرة اللي تخص الهايبوكروميك مايكروسيتيك أنيميا. نلتقيكم محاضرة جاية من ويكو أكاديمي.